سيد الوزير، نرجوكم أن تنقذوا المسرحيين والمسرح المغربي من السكتة القلبية. السيد وزير الثقافة والشباب والاتصال، المسرح والمسرحيون كيحتضروا، المسرح في أزمة خانقة، الله يجزيكم بخير، أنقذوا هذا المسرح من السكتة القلبية. معالي وزير الشباب والثقافة والاتصال، إلى سمحتي بغيت نقدم لك العرض المسرحي الجديد ديالي. السيد الوزير الثقافة والشباب والاتصال، المسرح والمسرحيين راه كيعانيو بزاف، أنقذوا المسرح المغربي من هاد السكتة القلبية. سيد الوزير جزاك الله خيرا، والله يخليك، إلى ما أنقذنا وشوف من حق الفنان ومن حق المسرحيين ومن حق الناس ديال السينما، الله يجازيك بخير. شكرا سيدي الوزير. السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المسرحيين في خطر، المسرحيين في وضعية صعبة، أرجوك، نرجوك جدا أن تنقذ المسرح المغربي من السكتة القلبية. الناس يعانون في صمت. السيد وزير الثقافة والشباب والاتصال، المسرحيون يعانون في صمت، المرجو إنقاذ المسرح المغربي من السكتة القلبية. أيها الشاب الجميل السيد الوزير المحترم النشيط، تحياتي لكم من هذا المنبر، أرجو أن تعيدوا لوزارة الثقافة وللفنون تألقها وعلقها. لذلك أناشدكم كما يناشدكم باقي زملائي أن تنقلوا ما تبقى من هذا المسرح، ما تبقى من هؤلاء المسرحيين. جميع القوى الحية نناشدكم أن تنقذوا المسرح المغربي من هذه السكتة القلبية. سيد الوزير، المسرح المغربي كيمر بأصعب فترة من تاريخه، المسرح المغربي يحتضر، أرجوك سيد الوزير أنقذ المسرح والمسرحية. سيد وزير الثقافة والاتصال والشباب، المسرحيين راهم في خطر كبير، اعتقنا من السكتة القلبية. ما تخليوش المسرح يموت، ونموتو تحنا معاه. السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، عندنا ثقة كبيرة فيك أنك غادي تساندنا وتدافع على المسرح المغربي باش يتنقد من السكتة القلبية. شكرا. السيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، المسرحيين كيعيشوا وضع اجتماعي صعب، أوقفوا هذا النزيف قبل فواته الأوان. سيد وزير، أنقذ ما ممكن إنقاذه، أنقذ المسرح المغربي، أنقذ المسرحيين من السكتة القلبية، أرجوك. مس وزير الثقافة والرياضة والشباب، هن أيتو مزقون درن يتو درت به ريش قن، هن مزقون مغربي يبدع أريد تمتت ديتو مزقون أتي ردي سمتن إوا ماشي غير مرحلة انك استورتجت اقسمت ومزقونا مغربي ديتو مزقون. سيد الوزير، انقذ المسرح والمسرحيين من البؤس.